في أواخر شهر يوليو الماضي اجتمع قائد الجيش الأوكراني الإسكندر سيرسكي مع كبار الضباط في اجتماع سري كشف فيه عن خطط جريئة لإعادة تنشيط جهود الحرب المتعثرة. هذا ما أفاد به رئيس أركان اللواء الميكانيكي 61 المقدم أرتيم خولو ديكيفيتش لصحيفة وول ستريت جورنال. سيرسكي أعلن حينها عن خطط لشن أول غزو واسع النطاق على روسيا منذ الحرب العالمية الثانية. العملية كانت مفاجئة، إذ اجتاحت القوات الأوكرانية الدفاعات الحدودية الروسية واستولت على نحو 100 بلدة وقرية في كورسيك. السرية والخداع كانا محورين رئيسيين في هذا التوغل، حيث اعتمد سيرسكي على التضليل لتوجيه الروس إلى هدف زائف، مما جعل القوات الأوكرانية تنجح في اختراق الدفاعات الروسية بسهولة نسبية، كما خضع الجنود الأوكرانيون لتدريبات مكثفة في مناطق مختلفة لإخفاء الهدف الحقيقي، بينما تم تسريب معلومات مضللة لإرباك الروس. هذا التكتيك لم يحرج روسيا فحسب، بل أظهر أيضاً قدرة أوكرانيا على تنفيذ استراتيجيات غير تقليدية بفعالية، كما أظهرت العملية أن أوكرانيا لا تزال قادرة على التأثير في مسار الحرب من خلال استخدام الذكاء الاستراتيجي والخداع.